فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المعراج للنبي صلى الله عليه وسلم من المقدس من بيت المقدس ثم رجع إليه، أم أنه رجع إلى المسجد الحرام من معراجه؟ ورجع به إلى السماء من بيت المقدس ونزل في بيت المقدس، نزل في بيت المقدس ثم جاء به من بيت المقدس إلى مكة. نعم.